التحية متجددة بحضراتكم من جديد عشاق الأصالة ومحبي هذه الرياضة العربية الأصيلة. متابعينا في هذه الانطلاقات الصباحية نجدد بكم اللقاء مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، وهو شوطنا 13 الذي يسير أيضا بهذه الشعارات وهذه الأسماء الحاضرة لمنافسة هذا اليوم. أسير إلى مقدمة هذا الشوط وأتابع المقدمة والمركز الأول هنا. من تأتي عزايم بشعار سيف بن حميد بن صميت العلي ليتقدم في مقدمة هذا الشوط وفي البداية الأولى وتحت العزايم غنايم، بينما في المركز الثاني الغدوم على ثاني المراكز. من تاتي هنا هملولة مسلم بن حمد بن حريز الحرسوسي، بينما انتقل مباشرة الى المركز الثالث لتاتي حشيمة عبد الله بن حمد بن عمران الاكتبي، بينما انتقل مباشرة الى المركز الرابع اجد هنا الغادمة والمنطلقة حفلة حمد بن محمد بن جابر العليلي. وخامس المراكز تاتي هنا شرف، شرف بشعار ابو مانع احمد بن خليفه بن رشيد السويدي. هكذا هي النتيجه للخمسه المراكز الاولى. دعنا لمسامعكم هذه الاسماء المنطلقه والحاضره في هذه المنافسه، ولكن العوده الى المقدمه، نعود الى الصداره الاولى، نعود الى هملوله. هملوله هملوله هي المسيطره على مقدمة هذا الشوط. مسلم بن حمد بن حريز الحرسوسي، والغادمة الغادمة على المركز الثاني هنا المنطلقة في هذه اللحظة عزايم لسيف بن حميد بن صميط. من تاتي في المركز الثاني في هذه المنافسة الغوية والجميلة؟ في المركز الثالث هنا أتابع الغادمة سمحة لعبيد بن غدير بن حمدان اليحافي، ورابع المراكز تاتي حشيمة لعبد الله بن حمد بن عمران الاكتبية. ولكن العودة، العودة إلى الصدارة، العودة إلى هملولة، هملولة هملولة هملولة. ولكن سمحة من الزاوية اليمنى الصعبة عبيد بن غدير أو عبيد بن غدير بن حمدان اليحافي. سلام 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 يا السلطنة، سلام يا هالي الأبيض على هذا الفوز والانتصار التي قدمته سمحة. تهانينا لعبيد بن غدير بن حمدان اليحافي. المركز الثاني وصلت حشيمة لحمد بن محمد أو أيضا لعبد الله بن حمد بن عمران. المركز الثالث هملولة بشعار مسلم بن حمد بن حريز الحرسوسي. هكذا هي النتيجة للثلاثة المراكز الأولى. تهنيتنا والناموس إلى مالكي مشاهدين الكرام. أيضا سمحة من فازت بناموس هذا الشوط. توقيت الزمني 3 دقائق و4 ثواني بالفعل. تهانينا والناموس لعبيد بن غدير بن حمدان الجحافي على هذا الانتصار والفوز.